ميكا الفرقه الرابعه. يوم الانتخابات يوم الطلبه كلهم بيتمنوه، الطلبه كلهم بيستنوه. اليوم دوت بيعبر عن الحريه، بيعبر عن الديمقراطيه، بيعبر عن فعلا النظام البائد بيمشي، نظام ماشي، نظام البائد بيسقط واحده واحده. مؤسسه الدوله بتتبنى مؤسسه مؤسسه بمجالس الشعب والنقابات ومجالس الشوريه واتحاد الطلبه وغيرها وغيرها. فاليوم دوت يوم عظيم جدا، يوم الحريه، يوم الديمقراطيه، يوم انتصار الصحراء. يوم انتصار الصحراء يعمل صندوق لك الاسر العام 2011 وعامل صندوق الاتحاد العام 2011 ايضا. الحمد لله كان يعني الحمد لله والشكر لله كان لينا انجازات كتير جدا السنه اللي انا قضيتها. من ضمن الانجازات اللي فاتت الاتحاد ككل عملنا جلد المخزن الاتحاد، لغينا وظيفه مستشارين اللجان. الحمد لله كان عملنا يوم هندسه بشكل محترم جدا، كنت من الناس اللي ساعدت في عمل يوم افطار رمضان بشكل رائع، حضر 500 طالب من الكليه. ان شاء الله انا داخل الاتحاد الجديد ليا هدفين، ان شاء الله نعمل حفله تخرج محترمه لطلبه سنه رابعه، وان شاء الله نسعى لعمل اللائحه الجديده الحمد لله انها تساعد الطلبه في كل شيء وما يبقاش في تقييد على الطلبه بعد كده. احمد عبد الرزاق الشيخ مرشح اللجنه الثقافيه الفرقه الرابعه قسم كيمياء. انتخابات السنه اللي فاتت كانت في انتخابات اتحاد طلبه قعدت لمده سنه ونص، المفروض ان الناس دي كانت بتعدل اللائحه، وعلى الاساس ده انهم كانوا هيعملوا استفتاء للطلبه عشان يشوفوا اللائحه دي هل هيتم الموافقه عليها ولا لا، ولكن كان في رفض تام من الطلبه للائحه ديت وتم رفضها، وفي ناس كثيره طالبه بتاجيل الانتخابات نهائيا لحد ما يتم تعديل اللائحه. في وجهه نظر كثيره ثانيه من الطلبه ان احنا نرشح نفسنا دلوقتي على الانتخابات حتى لو باقي شهرين على السنه، لمجرد ان احنا نحاول ان احنا نعدل اللائحه قبل السنه الجديده، وده الهدف الاساسي السنه دي من الانتخابات. السنه دي احنا خلاص بقى شهرين دلوقتي على الدراسه، الاتحاد اللي جاي بعد ما يخلص الانتخابات الداخليه وانتخاب اللجان مش هيلحق يعمل نشاط للطلبه، ولكن الهدف الاساسي لكتير من المرشحين او يمكن للقائمه عندنا احنا ان احنا اصلا نحاول نعدل في اللائحه ونحاول ننزل بها لاستفتاء للطلبه، وفي نفس الوقت نحاول نغير البنيه الاساسيه لاتحاد الطلبه. للاسف البنيه الاساسيه لاتحاد الطلبه قائمه على اختيار الطالب على اساس انه على اساس النشاط وليس على اساس انه بيمثل الطلبه او بيوصل صوت الطلبه، وده اصلا خطا فلسفي كبير قوي. مرحبا بكم استاذ المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا محمد علي الفتاح ثانيه صيدله، كنت نازل لجنه اجتماعيه ورحلات، الحمد لله انتهت بالتزكيه. طبعا انا يعني كنت عايز اقول ان في ناس كتير يعني كانت تحت مخاطره الانتخابات وغير شرعيه ومفيش واقع عليكم على الارض وانتوا ضد الناس وضد الطلبه، والحمد لله الاقبال زي ما انتوا شايفين الحمد لله يكاد يتجاوز النصف. فان شاء الله باذن الله يعني احنا عندنا امل كبير جدا في ربنا ان السنه الجايه تكون احسن واحسن واحسن. ان شاء الله احنا كان هدفنا الاساسي والواضح ان احنا نيجي نغير اللائحه عموما، والمطالب الثانيه دي تبقى تحتيها، بس هي البند الاول في مطالبنا كان هو تغيير اللائحه للائحه ترضي جميع الطلاب، لائحه يبقى فيها تحكم اراده طلابيه مش اراده لعائد الشباب والعميد والوكيل وتردونا من معظم نشاطنا. فيعني يا ربنا ييسر الحال ان شاء الله، وباذن الله سنه سعيده ان شاء الله السنه دي والسنه الجايه. انا رقيه مجدي مرشحه اللجنه الفنيه هنا المستوى الاول اولى بيولوجي تحت قائمه سي بلس. ان شاء الله احنا داخلين الاتحاد هنا باذن الله، هدفنا ان يكون الاتحاد كله هو حلقه الوصل بيننا وبين اداره الكليه، بين الطلبه وبين اداره الكليه. اي حد محتاج حاجه احنا نقدر نوصل صوته لاداره الكليه. وانا بما اني لجنه فنيه يعني ان شاء الله حابه ان يكون الطلبه يعني تيجي الكليه حابه الكليه، مش جايه كارهاها، جايه مثلا لو هي عندها موهبه او هو عنده موهبه يجي يمارس الموهبه بتاعته دي، وان شاء الله نتحقق هدفنا دوت. يعني انا احمد محمد عبد المنتصر مرشح لجنه فنيه كليه علوم عن قائمه فريق المسرح، وانا ليا نشاطات داخل الكليه ملحن وبره الكليه ليا برضه نشاطات مع ناس وكده، وداخل ان شاء الله اعمل يعني كذا حاجه في الاتحاد. اول حاجه مثلا ان مفيش بند في الكليه ولازم يتعمل بند في الكليه وكده، وربنا يكرم ان شاء الله. ولسه محمود اسمه محمود صبحي محمد مرشح لجنه الاسر مستوى اول كليه علوم جامعه اسكندريه. ان شاء الله هدفنا من الاتحاد دوت هو اول فتره قليله 3 شهور، بس هدفنا هو اول هدف لينا تغيير اللائحه اللي هي القديمه. نتمنى اننا نحط لائحه تفيد كل الطلبه، ونتمنى ان الطلبه تشارك معانا في الانتخابات عشان تختار الناس اللي هتعرف تحط لها لائحه جديده. وغير بقى يعني الحاجه اللي بعد كده بعد وضع اللائحه الجديده ديت اللي هي خدمه الطلبه ان شاء الله،
نتمنى ان احنا نعمل حاجة في الفترة القليلة دي، نعمل حاجة تفيد الطلبة ونكون عند حسن ظن الطلبة بينا ان شاء الله. ان شاء الله داخلين طبعا فرقة اعداد الصيدلة، داخل طبعا قائمة صناع التقدير لجنة اسر باذن الله، حاطين برنامج انتخاب بنتمنى ننفذه ان شاء الله بعد موفقنا يعني في الانتخابات باذن الله. برنامجنا قائم على تنشيط بين الاسر، هنعمل حفلات ان شاء الله باذن الله بين الاسر، مسابقات، حفلات ترفيهيه، هنحط طبعا الجداول بتاعت الرحلات والحاجات دي، هننظم باذن الله، بنتمنى ربنا يوفقنا ونقدر نحقق اللي نحلم بيه باذن الله.